بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهارده في فلسفه القانون المصري القديم، فلسفه النظام الجنائي. فلسفه النظام الجنائي. الصوت واصل كويس؟ تمام، الو اتفضل دكتور. تمام، ماشي اتفضل كده؟ دكتور. تمام، ماشي. اتفضل. هنتكلم في مقدمه صغيره كده على طول سريعه عشان نقدر نخش في الموضوع. اول حاجه هنتكلم في عصر مقبل التاريخ بحوالي 6000 سنه. نتكلم في عصر مقبل بحوالي 6000 سنه. طبعا هنا بنتكلم في تاريخ مصر القديم من 3100 قبل الميلاد ل 332 قبل الميلاد. ماشي، اللي هي مصر القديمه او مصر الفرعونيه دي او دي. ماشي، كانت بتتقسم لثلاث دول: قديمه، وسطى، حديثه. الدوله القديمه هنا هي العصر الذهبي لايه؟ لبنات الاهرامات. يبقى الدوله القديمه عصر بنات الاهرامات، الدوله القديمه اللي قام فيها الثوره، اول ثوره شعبيه قعدت 150 سنه. طب الثوره الشعبيه دي قامت ليه؟ بسبب الفقر والجوع. يبقى اول حاجه هنا الدوله القديمه ايه هي؟ نعرفها عن طريق ايه؟ الاهرامات، بناء الاهرامات. أول ثورة شعبية قامت في الدولة القديمة قعدت 150 سنة بسبب الفقر والجوع. ماشي، الدولة القديمة كان فيها توحيد المصريين عن طريق إيه؟ الدين، اللغة، المصلحة، الحاجات دي كلها. نيجي تاني حاجة، الدولة الوسطى. الدولة الوسطى، الدولة الوسطى دي اللي كان فيها الهكسوس، اللي هم الهكسوس جم، هو الهكسوس دخلوا علينا هنا كرعاة أو كغزاة، خذوا البلد هنا واستولوا على إيه؟ على الوجه البحري كله. هنا في هذا الوقت دون نعرف دوت عن طريق ايه بقى؟ حدثت قصه النبي موسى عليه السلام وعن نبينا افضل الصلاه والسلام. فتاني نقطه هنا، دوله الوسطى حدث فيها قصه النبي موسى عليه وعن نبينا افضل الصلاه والسلام. نيجي ثالث حاجه، الدوله الحديثه. دوله الحديثه، الدوله الحديثه هنا مين قامها؟ مين قام بيها؟ أحمد قام بتحرير مصر وأسس الدولة الحديثة. دي ثالث نقطة. طيب دي هنا في نقطة هنا، خلي بالك عشان هنعوزها قدام شوية، هي إيه؟ حماية أو نظرية الأمن القومي. حماية أو نظرية الأمن القومي يعني إيه؟ إن أنا بحمي البلاد من على الحدود الخارجية، من الشرق والغرب والجنوب والحاجات دي. بحمي بلدي كلها من ايه؟ من بره. بحمي بلدي من بره. ماشي؟ في نفس الوقت مين اللي قام الموضوع دوت؟ الموضوع ده اللي قام بيه تحتمس الثالث. قام تحتمس الثالث، ده اسمها نظريه الامن القومي. نظريه الامن القومي. فهذا الوقت كان في هنا عندنا ايه هي؟ نقطه حلوه قوي جميله هي، اللي هي ايه؟ سيده مصر الاولى. وهي ام احمد اسمها ايه؟ ايحاب حطب. ايحاب حطب دي حصلت على الوسام العسكري من الطبقه الاولى. يبقى اول واحده هنا حصلت على الوسام العسكري من الطبقه الاولى سيده مصر الاولى ايحاب حطب، ام احمد. ام احمد كويس. طب دلوقتي في هنا قلنا ايه؟ اتكلمنا عن نظريه ايه؟ الثانيه كده، نظريه ايه؟ الامن القومي. الان بقى حطب بعدها مباشرة نظرية الأمن القومي دي قام بها بعد كده إيه؟ محمد علي سنة 1831. قام بها مين بعد إيه؟ في 100 سنة حوالي 1937 مصطفى النحاس. ودي اسمها نظرية الأمن القومي اللي وضعها مين؟ أول واحد وضعها في التاريخ مين هنا؟ تحتمس الثالث. يبقى إحنا المقدمة بتاعتنا هنا ثلاث نقط، اللي هي 6000 قبل الميلاد القاسم دولة القمصية القديمة على ثلاث أقسام: قديمة، وسطى، حديثة. قديمة عن طريق إيه؟ الأهرامات، بناء الأهرامات، وأول إيه؟ أول ثورة شعبية قعدت 150 سنة بسبب الفقر والجوع. النقطة الثانية، الدولة الوسطى اللي هي مين؟ اللي هي حدثت فيها قصة النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الدولة الحديثة اللي أسسها أحمد. لأسسها أحمس. وجيت حطمس عمل إيه؟ نظرية الأمن القومي. نظرية الأمن القومي للبلاد.
ماشي، لان هنحتاجها بعد كده منظمه الامن القومي دي هنحتاجها قدام شويه في المحاجر والحاجات دي. ماشي، هنبدا بعد كده هنخش يبقى نقطه. ايه هي النقطه اللي هنخش فيها؟ دي نقطه نبدا كده، هنبدا الايه؟ هنبدا المنهج بقى. يبدا قدامكم كلمه صغيره، هنبدا المنهج. ايه المنهج اللي هنبدا دلوقتي؟ اول حاجه اقول لك ايه؟ نظر القانون المصري في هذا الوقت ايه؟ ان القانون المصري نظر للحته دي عبقري. كان في نقطتين هنا. ايه النقطتين اللي هنتكلم فيهم؟ اول نقطه نظريه الدورات. نظريه الدورات. ثاني نقطه نظريه التطور. بعد نتكلم في نقطتين ومين جدا. الدورات والتطور. نظريه الدورات عشان نتكلم فيها كان في ثلاث دورات. ثلاث دورات. الدوره الاولى بدات وانتهت. بدات امتى؟ بين اول دوره رقم واحد لغايه الاسره العاشره، الاسره لغايه الاسره العاشره. دي كانت سنه كام؟ 2134 قبل الميلاد، دي اول دوره. الدوره الثانيه بدات بعد الدوره العاشره لغايه ايه؟ بعد الاسره العاشره لغايه الاسره 26. الدوره الثانيه من اول الاسره 11 لغايه الاسره 26. ودي كانت سنه كام؟ 663 قبل الميلاد. الدوره الثالثه بدات ايه؟ بعد الاسره 25، بدات من الاسره 26 لغايه اخر الاسره هي 31. اسره 31 دي كانت سنه كام؟ 332 قبل الميلاد. خلي بالك اول كلمه قلناها ايه؟ قبل الميلاد من 3100 لغايه 332 الاقتصاد القديم. لو صرت ثلاث دورات هتلاقي نفس النظام. نفس النظام. والمقدمه لها مهمه ليه؟ عشان نتكلم على الدورات اللي هنتكلم فيها. ماشي؟ يبقى ثلاث دورات نتكلم. طب الثلاث دورات دول هم كل دوره هنا طبيعي لها قانون. كل دوره لها قانون. كل دوره بتبدا قويه جدا جدا جدا. كل دوره بتنتهي بالضعف. يبقى عندي الثلاث دورات لهم ثلاث قوانين. كويس، وكل دوره لها مرحلتين بدايه ونهايه. زي ما قلت دلوقتي بدايتها بتبدا قويه جدا 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 تمام، ازدهار كويس 100 100، هوب في الاخر تبدا تضعف، تبدا تضعف. يبقى الثلاث دورات بيبقى اقوياء، ازدهار، وفي النهايه الضعف. زي ايه؟ مثل صغير كده، بني ادم لما بيجي بتولد، بتولد ايه؟ طفل، بيبقى شاب قوي قوي جدا، بيبقى كده بتبدا الشيخوخه، تبدا من الادم يبدا ضعف، شيخوخه كبر وكلام من خلاص. زي ايه عندنا هنا في مصر؟ مثلا يعني مثلا ده مش موجود في الكتاب معلش. مثلا ايه؟ زي قانون المرور. قانون المرور بينزل يقول لك ايه؟ اربط الحزام مثلا، او حط الكمامه على بقك في غرامه اللي مش هيلبس الكمامه. ماشي؟ هتبص تلاقي قانون ام بينزل يبقى جامد جدا في البلد. قانون جامد قوي، تبقى ماشي خايف ومركب الحزام، ومركب الحزام كويس. لكن بعد سنه او شهر او اثنين او ثلاثه كله ماشي من غير حزام، كله ماشي من غير كمامه، كله واخد بالك. يبقى هنا الدوره بتبدا بقوه وبتنتهي بضعف. طيب دلوقتي الضعف ده كان بيؤدي الى ايه في هذا الوقت؟ في الدوره او في الدورات في الحاجات دي، الحاجات القديمه، الضعف بيؤدي الى ايه؟ هدام في ضعف يبقى في حاجه هتحصل. كويس؟ في ضعف هنا في حاجه هتحصل. الضعف في كل دوله في اثارها. ايه الاثار بتاعتها؟ حكومه الاعدام تبقى قويه. تبقى قويه. بتاثر في حكومه الاعدام. كويس؟ وعلى هذا الاساس النظام الجنائي هنا حد الضعف يبقى ايه؟ يبقى في قسوه. يبقى في قسوه. طبعا الحاجه بقى ضعيفه، الدوله بقى ضعيفه، بيبدا يعمل قسوه في الاخر. قسوه وشده وكل حاجه. في هذا الوقت بقى انتشرت العقوبات البدنيه. انتشرت العقوبات البدنيه زي ايه؟ هوب يشوه الجسم، قطع احد اعضاء الجسم. دي عقوبات بدنيه. ماشي؟ طيب الضعف ادى لايه كمان؟ الضعف ادى الى ايه؟ تلاقات المقابر. وكبت السلم. وده دليل على ايه؟ على تفشي الفساد.
الاحداث بين رجال الاداره والكهنه. كويس؟ طيب ليه؟ في هنا تعاضي او تقاضي او اي حاجه عن السرقات. ليه؟ كان في رشوه الوقت ده، كان في رشوه، كان في بتدفع رشوه في سرقات مقابر، في بتدفع رشوه كلام من. طب هنيجي نقطه ثانيه، رغم ذلك هل كان العقوبات ايه في السرقات في الوقت الاول؟ العقوبه لك الاداه، والاداه لك عن طريق ايه؟ عن طريق الخازوق. خلي بالك الحاجات دي هنتكلم في الاعدام والحاجات دي قدام شويه. الاعدام هنا كان عن طريق ايه؟ كان عن طريق الخازوق. يبقى الضعف هنا ادى الى حاجات كتير جدا. الضعف ادى الى حاجات كتير، الى القسوه اول حاجه، والشده، عقوبات بدنيه، سرقه مقابر، كل ده عن طريق ايه؟ عن طريق الضعف، عن طريق الضعف. يبقى هنا الدورات لما بتضعف في الاخر بيحصل هذا الكلام. طب تيجي نقطه ثانيه، ايه هي الطبيعه اللي هي الملك وسلسله الالقاب والحاجات دي؟ في تقسيمات هنا حطها فيكم الدورات الثلاثه، اتكلم فيكم وقال لك ايه؟ ثلاث دورات الكلام. قال لك اول دوره اللي كان فيها كان فيها نظام الحكم المطلق. ايه نظام الحكم المطلق ده بقى؟ اللي هي الطبيعه دي اللي هي الطاغيه، اللي هي طبيعه اللي هي طاغيه جدا جدا في البدايه. اسمها الحكم المطلق. طاغي، حاكم طاغي بمعنى صح. قال لك في النقطه الثانيه، الدوره الثانيه قال لك ايه؟ الملك بيعمل شغل مع مين؟ ماشي؟ بيقاسم الملك سلطته مع مين؟ مع الاقليه اللي هم الاشراف اللي هم كبارات البلد. دي الدوره الثانيه، ده في كل الكلام دوت. قال لك الدوره الثانيه كان في نظام ديمقراطي شويه، الدوره الثالثه الاخرانيه نظام ديمقراطي. طيب هل ضعف الطبيعه الالهيه كانت لها اثار قانونيه؟ طبعا. ليه؟ ضعف ادى الى ايه؟ قبل كده قلنا القسوه والشده وسرقه المقابر، الحاجات كلها ادى الى عقوبات صارمه. الضعف ادى هنا الى العقوبات الصارمه اللي اتكلمنا عليها. طيب عشان نحترم القانون والسلطه الملكيه هنا. ماشي؟ هنا السلطه السياسه الجنائيه بدات تتنامى، بدات تطلع ماشي اخد حكم الاسره 18، بدات السلطه الجنائيه ايه؟ تتنامى. حلم محب هنا قال لك حط ايه؟ شويه ايه؟ شويه قوانين. ماشي يا عم حرم حب، حط اللي انت عايزه، ايه القوانين اللي انت هتحطها لنا يا عم حرم حب؟ قال لك اول حاجه مجموعه من التشريعات حطها العقوبات البدنيه الشديده زي ايه؟ جدع الانف والجلد والنفي، وحتى جريمه قال لك ايه؟ وحص احد جرائمه بالاعدام زي ايه؟ وانت دلوقتي بدا الكلام ده كله، لازم في هنا في حاجات قسوه. قال لك اعدام زي في جريمتين هنا في اعدام مباشره، مش عاوزين لا شمال ولا ايه. الجريمتين دول انتهاك حريه العداله، انتهاك حريه العداله. يعني القاضي ارتكب سلوك لا يتفق مع وظيفته، يبقى هي انتهك حرمه العداله. رقم واحد، القاضي ارتكب سلوك لا يتفق مع الوظيفه بتاعته. طب النقطة الثانية، جريمة التحدي على العدالة يعني إيه؟ مخالفة القاضي للعدل، مخالفة القاضي للعدل، ما حكمش بالقانون مثلا أو عنده قضية ما بصلهاش، دي مخالفة القاضي للعدل. طب نيجي هنا، هذه الثلاث دورات اللي إحنا إتكلمنا عليهم اللي إحنا قلناهم دول ابتدوا بالقوة وانتهوا بالضعف، مثلا ابتدوا بالظهار بالقوة بالحلاوة وانتهوا بالضعف. هل الثلاث دورات دول هل فيهم حاجه مشتركه عشان يلغيهم؟ طبعا اكيد في عامل مشترك بين الدورات الثلاثه. اول حاجه عشان تعرف الدورات الثلاثه دي ليس لها قيمه او ليس لها شغل معين، لان بتنتهي بالضعف كلها، يبقى في حاجه مشتركه فيها خطا او غلط في الثلاث دورات. ايه هم؟ اول حاجه المراه، اول حاجه نتكلم فيها المراه. المرأة كان بترس زي الأخ بالظبط، ومع الوقت بدأت تنزل في الدرجة الثانية، وفي ثلاث دورات نفس النظام. النقطة الثانية، النظام السياسي والاقتصادي في الثلاث دورات كان واحد، الثامن على الثلاث دورات. ليه؟ كانوا بيشتغلوا إيه؟ عند الكهنة وفي الأرض الزراعية والحاجات دي، عند الثلاث دورات زي ما هم. طب النقطة الثالثة، الحكم كان نظام الحاكم هو التحدي مع الكهنة. الثلاث دورات نظام الحاكم كان التحالف مع الكهنه.
نفس النظام، ورجال الجيش والتعارف مع الكبار الرجال الموظفين والناس دي. يبقى عندنا هنا 3 دورات بينتهوا بالطاقة. بينتهوا بالطاقة دي بروح على عامل، العامل المشترك اللي بين ال3 دورات، المرأة، النظام السياسي الاقتصادي، الحاكم، والتعارف مع الكهنة ورجال كبار الدولة والأشراف والناس دي. دول ال3 نقط. يبقى احنا اتكلمنا في الدورات الثلاثة. طب هنتكلم في النقطة الثانية، عاوزين نوصل لنقطة ايه تانية؟ اللي هو ايه؟ جوهر القانون. مضمون القانون، ايه هو جوهر القانون؟ ايه هو مضمون القانون؟ ايه هو شكل القانون؟ لو جيت اتكلم قال اتكلم جوهر القانون، شكل القانون، مضمون القانون، انت راجل قانون اصلا. نيجي ايه جوهر القانون او مضمون القانون؟ هنا القانون عنده وقت حماية مصالح الطبقة المستقرة اقتصاديا وسياسيا. ده جوهر القانون، حماية مصالح الطبقة المستقرة اقتصاديا وسياسيا. طب هنا في عنصر تطور، ايه عنصر التطور؟ هو شكل القانون ومضمون شكل القانون ومضمون. المصريين زمان كانوا بيقطعوا السلطة الملكية ليه بتقوم على فكرة الحق الإلهي؟ أمان كان بيقطعوا السلطة الملكية اللي بتقوم على فكرة الحق الإلهي الحكم. يعني ليه كان بيقطعوا السلطة الملكية؟ لأن السلطة الملكية هنا كانت بتتحكم في الأرض الزراعية وقوة العمل وفائض الإنتاج والحاجات دي، فلازم المصريين كانوا يخضعوا لهذا الشغل، إنه بيشتغل بياكل عيش، كان بيخضع للسلطة الملكية. الملك عنده أرض ولا شغال عنده، في معبد، في كهنة، في كلام من ده، أرض زراعية إن أنت بتشتغل عنده. يبقى هنا المصريين كانوا بيخضعوا لمين؟ السلطة الملكية. ده بتقوم على فكرة نتكلم يا جماعه. احنا قلنا بنتكلم في جوهر القانون دلوقتي. جوهر القانون قلنا حمايه مصالح الطبقه المسيطره سياسيا واقتصاديا. طب تيجي مضمون القانون، قلنا حمايه مصالح الطبقه المسيطره سياسيا واقتصاديا. طب ايه مضمون القانون؟ المصالح التي تدافع عن الطبقات المسيطره على المجتمع. شكل القانون ايه؟ قلنا ايه جوهر القانون؟ مضمون القانون. شوف شكل القانون، شكل القانون ان يكون له سلطه مختصه. لازم القانون يكون له سلطه مختصه او اجراءات متبعه خاصه بيه. يبقى اما له سلطه او اجراءات، رقم واحد. السلطه دي تكون ايه؟ اما دينيه، اما سلطه ديمقراطيه، يبقى سلطه مختصه او اجراءات. السلطه دي يا اما دينيه يا اما ديمقراطيه. كويس؟ طب السلطه المختصه والاجراءات المتبعه للدوله. ماشي، هو السلطه المختصه والاجراءات المتبعه لاصدار القانون. ماشي؟ هنيجي نخش في عقوبات الاعدام، عقوبة الاعدام والمصالح الاقتصادية. ماشي، اولا عشان تتكلم في عقوبة الاعدام والمصالح الاقتصادية لازم تتكلم، اقول لك ايه، لو قال لك مصالح اقتصادية لازم تتكلم في نقطتين. العوامل اللي تؤدي الى التوسع في عقوبة الاعدام رقم واحد، ودي بتيجي عن طريق ايه؟ ضعف السلطة الملكية، دي رقم واحد. العوامل التي تؤدي الى الحد من عقوبه الاعدام، عشان دي ايه؟ العوامل دي بتؤدي الى الاقتصاد، يبقى في اقتصاد هنا، ان انا باخد بعمل سكون، بعمل شغل عندي، باخدهم اشغلهم في الارض الزراعيه، عند الكهنه، في المعابد، الحته دي اسمها العوامل اللي بتؤدي الى الحد من عقوبه الاعدام، فبعد يمشي. لكن الاولانيه الضعف بيؤدي الى ايه؟ عقوبه الاعدام. بيؤدي ضعف السلطه الملكيه اللي هي تبقى هي الملك، العقيده الشعبيه عند المصريين اللي هي نفوس حياه ايه؟ نفوس وحياه الدين بتاعهم. ماشي، طب ايه النصائح هنا؟ في نصائح قال حلوه قوي. الملك مين؟ كيتي الرابع قال لابنه، قال له نصائح حلوه قوي، اللي هو ملك قلعه. قال له ايه؟ 3 نصائح. قال له يا ابني، اول نصيحه الا تقتل فان ذلك لن يكون ذا فائده. ما تقتلش، انت بتقتل ليه؟ القتل ملوش فايده، عاقب بالضرب والحبس. حلو قوي، متى تعاقب بالضرب والحبس؟ هل انت اللي هتضرب؟ لا، في ناس
شغلتهم الضرب. لا تضرب، انت ما تضربش، مين اللي يضرب هنا؟ ماشي، شغلته الضرب مين اللي بيضرب؟ ماشي، الجلاديين هم اللي بيضربوا، انت ما تضربش. دي رقم واحد، رقم اثنين. طب رقم ثلاثه، لا تقتل الرجل تعرف قيمته، لا تقتل الرجل تعرف قدره. الراجل ده تعرف قدره ما تقتلوش، يعني ما فيش مثلا ماسك راجل دين وقتله، لا، قدر هذا الرجل قدره عالي ما تقدرش اقتله. ماشي، يبقى هنا لا تقتل الرجل تعرف قدره ولا تكون فظا. ماشي، انت الشفقه مطلوبه في ساعتها. الراجل ده بقى رئيس دوله، رئيس حكومه، رئيس عمل، يشتغل دي الشفقه بتبقى مطلوبه. ماشي، وكل ده بيتكلموا على اساس الحاجات دي كلها بتبقى السبب للنجاه من عذاب الاخره. ماشي، نيجي هنا قال لك ايه؟ في ساحر اسمه جيدي ده ايام الملك خوفو بقى، قال لك ايه؟ الساحر ده كان ايه؟ قال لك انا ممكن اقطع راس الرجل واجعله جيدي ده، يعني ايه؟ قال لك عيد راس الانسان لو قطعه الطبيعي. طبعا ده ساحر. ماشي، طب هنا بقى الحد من عقوبه الاعدام ده، في لها كلامنا فيه كده عايزين نوصل. طب الحد من عقوبه الاعدام نعمل ايه عشان نعمل حد من عقوبه الاعدام؟ اول حاجه هنعمل سجون، هنعمل سجون مكان الاعدام. ليه؟ عشان انا محتاج ايد عامله. يبقى الحد من عقوبه الاعدام اقامه السجون. اول ما اقيم السجون يبقى انا في الساعه دي عملت حاجه صح، مش هعدم، هقوم سجن، اعمل السجن عشان محتاج ايد عامله في الزراعه، في الصناعه، في التجاره، محتاج ايد عامله. دي رقم واحد. ماشي؟ انا لو انت فاكر من دقيقتين اتنين او من 5 دقائق او من 10 قلنا قال ايه؟ حمايه الدوله من الخارج، حمايه الدوله من الخارج. طب نيجي النقطه الثانيه هنا تقول ايه؟ التوسع في استغلال المناجم والمحاجر. التوسع لحد ما يكون عن طريق ايه بقى في حمايه حدود الدوله من الخارج. عشان اخد حمايه الدوله من الخارج يبقى عندي محاجر. تجيب المحاجر والحاجات دي تشتغل فيها وناخدها. رقم اتنين. طب رقم المعابد، رقم ثلاثة، هي المعابد دي مش كان محتاجة أي تعملها؟ احنا مش قلنا دلوقتي مفيش إعدام سجون، عملنا سجون عشان الناس تشتغل، عشان ناخدهم نشغلهم في المعابد، عشان ناخدهم نشغلهم فين؟ في المعابد. كويس، ناخدهم نشغلهم فين؟ في المعابد. كويس، قوم على الكهنة، قوم على خدمة المعابد، قوم على الحاجات دي كلها. ماشي، وقعد زراعية ومزرعة والكلام ده كله. طب نيجي بعد كده الحرب اللي كانت بتقوم دي مش كان في اسرى؟ طب انا باخد الاسرى واشغلهم برضه، باخد الاسرى واشغلهم برضه. يبقى دلوقتي باخد ايه؟ ببدا ده كله، خلي بالك الكلام ده كله من حد من عقوبه الاعدام. ما اعدموش، ما اخدش الاسير اعدامه، لا اخد اشغله، استفيد بيه. ماشي، الناس اللي هي عليها فلوس، العبوديه والاسترقاق سبب الديون، خد ما اشغلهم باللي عليهم، خدهم اشغلهم بعدين. تشغيل اجباري للمسجونين، تشغيل اجباري للمسجونين، اخد المسجون واشغله اجباري، اشغله ليه؟ ان هو راجل مسجون، ابدا اشغله مثلا زي ايه؟ هنتكلم بعد كده حاجه اسمها السخره. السخره دي عباره عن ايه؟ المسجون لو خدته وشغلته النهارده ب 5000 في اليوم، لما يطلع في السجن يبقى معاه مبلغ. يبقى هنا تشغيل اجباري للمسجونين. ماشي، كل ده ادى لايه؟ زادة العمال المسخرين لدى الدولة، خلاص في شغل في الدولة كتير والعمال شغال، العمال شغال. طيب هل هنا عقوبة السجن مع الشغل كل من امتنع عن كم العمل المطلق؟ يعني واحد دلوقتي انا انت راجل بتكون بقول لك تعالى اشتغل في حته، انت امتنعت امتنعت عن الشغل ده؟ لا، هسجل السجن خلاص بقى، ما فيش. يبقى عقوبة السجن معاك الشغل هنا لازم تشتغل، اذا هتشتغل هتجيلك دي مكان دي على طول. طيب هنا الوقت دون ايه؟ في مجموعه مساجين كتير جدا جدا، ده رمسيس الثاني. عمل ايه رمسيس الثاني؟ قال لك لا حبيبي مش هتنفع، لو عمل عفو شامل عن جميع المساجين راح افرج عنهم كلهم. بس المسجون النهارده في السجن بيتكلف الدوله، بياكل ويشرب وينام ويلبس ويعمل كل حاجه، ما انت مسجون بتعمل ايه؟ بتاكل وتشرب وتنام، ما تعملش حاجه، لكن لما شغالك واستفيد من وراك يبقى انت كده تمام. ماشي؟ طيب
طب في هناك حاجه اسمها الصخر، الصخر ده انا هنا دلوقتي يعني اخد الرقم المسجون ده اشغله، الشغلانه دي بكام؟ ب 20 جنيه، راح نديله 5 جنيه كده كده مسجون. لما اخد 5 جنيه وانا لما اسجن وما اشتغلش خالص احنا، لا انا اخد 5 جنيه مطعم السجن ما فيه ايه؟ مبلغ معين. بس في نقطه هنا بقى، نقطه جامده جدا، ايه هي النقطه اللي هنا بقى؟ بالنسبه للموظفين، خلي بالك الحته دي، بالنسبه للموظفين مش المسجونين، للموظفين كان صاحب الفرد اي حد مسخر الفرد او في بيته او في شغله قبل العقد على هذا اساس العقد. يعني هنا انا كرجل موظف هتعاقبني، هتعاقبني لما تيجي تعاقبني بتعاقبني ازاي؟ ما بتجيبش موظف اقل مني تعاقبني، لا لازم يكون موظف اعلى مني. وهنا ادي فرصه للموظف انه يتحمل، قال لك بدل الاكبر منك هيعاقبك ويموتك او يعدمك او الاخر، لا انت ممكن تتحرش، ممكن عمليه انتحار، ماشي عمليه انتحار. طب بيجي هنا في واحد هنا اسمه ايه؟ شباك اللي هو في الاسره 25، قال لك عقوبه الصغن مع الشغل او الغير الشاقه في الاعداد. طب عشان نتوسع في استغلال المناجم لازم هنا في انقسام طبقي ومصالح تجارية. ايه الانقسام الطبقي ومصالح تجارية؟ يعني لازم حماية مصالح الطبقة الحاكمة. ليه الملكة؟ الطبقة الحاكمة اللي هي الطبقة المالكة. لازم نحميها. ماشي؟ طب فينا في حاجة هنا؟ أي حاجة هنا فيها إعدام. إيه الإعدام هنا بقى؟ في عقوبات. إيه العقوبات هنا؟ أشد العقوبات في النقطة دي. هي أشد العقوبات في النقطة دي هنا. لو انت سرقت اموال القصر او الاله والخروج عن طاعه الملك، ثلاث نقط كل عقوبته من الاجل. سرقت اموال القصر، واحد سرق اموال القصر او اموال الاله او الخروج عن طاعه الملك، ثلاث نقط دول عقوبتهم في الاعدام. طب مش في جرائم هنا؟ في جرائم مثلا الملك وكلام من ده. ايه جرام مثلا بيجي 200 مسك الملك هنا ومين جديد؟ ليه هي اول جريمه التآمر على قتل الملك، اول واحد بيتآمر على قتل الملك اعدام، ايه عقوبته الاعدام. التمرد على سلطه الملك، التمرد على سلطه الملك، ماشي. طب تيجي هنا التمرد على الملك، في عمليات هنا، ايه العمليات اللي فيها عمليات تشدد جامده جدا هنا؟ زي الشريك، الشريك المساهم. عندنا في القانون عندنا حاجه اسمها الشريك المساهم، اللي هو زي ما بتاخد مثلا هو الراجل اللي خد اعدام بياخد زي بالظبط. والشريك المساهم هنا يا اما بيحرر يا اما بيساعد يا اما بيتفق، الثلاثه معاه يبقى مع الراجل اللي هو الاساسي، بياخد نفس العقوبه بتاعت الراجل الاساسي. ده الشريك المساهم. السحر مثلا، ما هو السحر ايه؟ ممكن تتآمر على الملك، دي جريمة التآمر على الملك، السحر برضه ايه؟ اعدام، اللي هو التصدر على الجن والكلام ده والتآمر على الملك والحاجات دي. ماشي؟ طب نيجي لنقطة تانية، جريمة قتل مثلا بيتعامل عليها في الاعدام، تصدر على الجن نفس الموضوع. ايه؟ تآمر أو عصيان العقوبة الإعدام على الملك. ماشي؟ طب نيجي هنا، اتصال القاضي بأحد المتهمين. لا مش هنا، مش بلاد في القاضي، لا في عند عنده هنا نقطتين، اتصال القاضي بأحد المتهمين كان في ايه؟ بيتعرض عقوبة قتل الأذنين، دي حاجة. كان اتصال القاضي بأحد المتهمين اللي هو المتهم اللي هو تآمر على جبد الملك، جبد الملك عقوبة القاضي هنا ايه؟ قتل الأذنين مع جدع الأذن، قطع الاذنين مع قطع الاذن، هنا القاضي بياخد عقوبتين. العقوبه الاولانيه قطع الاذنين. قتل بعد المتهمين قتل. لو كان المتهمين دول هم التآمر على قتل الملك بياخد العقوبتين، قطع الاذنين وجدع الاذن. ماشي؟ نيجي النقطه الثانيه، ايه هي الجرائم اللي وقع على المعاد؟ الجرائم اللي وقع على المعاد.
في هنا اولا المعابد، في شرطه، شرطه المعابد اللي هي بتقوم بالتحقيق مع المتهم، بتقوم بالتحقيق مع ايه؟ مع المتهم. طب اول حاجه هنا اذا تباطأ احد الطلاب في سماع الدعوه في عقد الطلب، اتضرب 100 دولار مش اتضرب بس، واتسحر في العام الارض الزراعيه. خلي بالك من النقطه دي، خلي بالك من نقطه وراء الواقعه على المعابد. تباطأ أحد القضاة في سماع الدعوة يعاقب بالضرب، دي الضربة، وتسخر في العمل في الأرض الزراعية. دي حاجة. لو متهم هنا مسجون في المعبد والعقوبة بتاعته لقدام، يتعدم فين؟ أمام باب المعبد. يتعدم أمام باب المعبد. إذا تم قتل حيوان مقدس. عارف زمان كان إيه حيوان مقدس؟ إذا تم القتل حيوان مقدس معبد الإعدام. أما إذا تم قتل حيوان قطع، خلي بالك من كلمة قطع، بيدفع غرامة. غرامة. بيدفع غرامة، ماشي؟ في جرائم الصقر والحاجات دي عقوبتها إيه؟ الإعدام. ماشي؟ طب تيجي نقطة إيه؟ الأخيرة. اللي بيذبح بقرة بدون لبن بيتعاقب بالاعدام. بيتعاقب بالاعدام. اي يذبح حاجه بدون لبن يعقوب بتاعتها ايه؟ الاعدام. فين علاقه النظم السامية واساطير الصاروخية والحاجات دي كل مصر؟ اول حاجه اللي كلف تطور مبدا القصاص واثره في عقوبه الاعدام وتفسير اشكال الاعدام مقاتل. خلي بالك هنا في نقط مهمه جدا. أول حاجة إيه هي التأثير السامي على القانون المصري القديم؟ القانون المصري القديم. في نكتة شابة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والحاجات دي. هي إيه؟ اللغة والدين والعادات والتقاليد. طب تيجي النقطة هنا. زمان اليهود بيعتنوا كل إيه؟ بيعتنوا كل اليهود زمان. هناك في جنس نقي. في حاجة اسمها جنس نقي. في العالم كله عامة لا يوجد جنس نقي على سطح الارض. معنى جنس نقي يعني ايه؟ يعني جنس لم يعني ما فيش ما بيتكلمش مع حد او ما فيش علاقات مع حد تاني او حاجه زي كده. ماشي؟ ده جنس نقي. ما فيش حاجه اسمها جنس نقي. يعني الجنس النقي اللي هو لم يختلط باي حد. انت النهارده مصر مختلطه بامريكا، امريكا في بروسيا، مصر مختلطه بروسيا، السعوديه مختلطه بمصر، يبقى في هنا جنس نقي، في اختلاط. في اختلاط، ما فيش هنا حاجه اسمها نقي مصري خالص، في حاجه اسمها ايه؟ شعب مصري. يبقى الجنس النقي هي مساله غير علميه. الجنس النقي هو مساله غير علميه عبر. قال لك مين اتكلم عن الجنس النقي دول؟ المصيونيه، الصهاينه. الصهاينه بيتكلموا عن كده. الصهاينه دي ليست ديانه يا جدعان، الصهاينه ده مذهب وليس ديانه. الصهاينه ايه؟ مذهب وليس ديانه. ايه؟ اليهود لهم ديان؟ عندك دين اليهود؟ دين المسيح؟ دين الاسلام؟ يبقى اليهود لهم ديان، اما الصهاينه ليس لهم ديان، لكن الصهاينه مذهب. الصهاينه مذهب. ماشي؟ طب نيجي هنا الفكره هنا. الطابع الاصيل للحضاره المصريه القديمه. احنا مش قاعدين هنا نتكلم في محل الحضاره المصريه القديمه. عشان انت اي تاثير لمصر على اليهود هنا في مصر كان لنا الطابع في طابع اصيل هنا. ايه الطابع الاصيل هنا؟ عندنا هنا في حضاره مصريه قديمه، في حضاره في مصر. تكلمنا اول نقطه مصر القديمه في عصر الاهرامات، اول ثوره شعبيه قامت في مصر القديمه. ماشي؟ كان هنا بيقول لك في قاره في محيط الاطلس دي اسمها ايه؟ قاره اطلس. قاره اطلس دي غير موجوده اصلا. بعيد الاطلس ده غير موجود. ايه قاره الاطلس دي؟ غير موجوده. ماشي؟ مفيش قاره بهذا الاسم نهائي. اليهود كانوا بيجوا يعملوا ايه في مصر؟ زمان اليهود كانوا بيقوموا بدور بسيط. ايه؟ بياخدوا الحضاره من الشعوب وتحولها الى مصر والعراق. يقول لك هم ايه المركز الرئيسي اللي هو بيجيب ويودي. اليهود هتجيب ايه وتودي ايه؟ الحضاره اصلا حضاره مصريه. حضارة هنا مصرية. ماشي؟ قال لك اليهود هم أول من ادعوا الديانة.
اول من ايه؟ اول ديانه في العالم، قالت ده اليهود او ده لا، الديانه الاولى في مصر هنا بعهد سيدنا موسى عليه السلام. الديانه الاولى بعهد سيدنا موسى عليه السلام. كان في هذا الوقت هنا مصر القديمه والحاجات دي كان في ثلاث حضارات دلوقتي، حضاره مصريه، حضاره عراقيه، عراقيه، حضاره فينيقيه. ثلاث حضارات. طب البحر المتوسط شاهد على كل ده طبعا. طبعا ان السفن كانت بتنقل هنا، بيقولوا لنا يا جبنا الغزاه لمصر بياخدوا مننا الحضاره من مصر وتنقلهم لهم هناك في مصر. خلي بالك في واحد اسمه الاستيت تقريبا، حاجه كده الاستيت او الاستيت، قال لك الحضاره المصريه اعظم حضاره في التاريخ، قامت قبل الحضاره العراقيه ب 1000 سنه. الاستيت دون ولا الاستيت دون قال لك قبل الحضاره العراقيه ب 1000 سنه، اسمه ايه؟ هنري بريستيت. هنري بريستيت ماشي. من قال لك ايه؟ قال لك اول واحد وصل الشرق بالغرب مين؟ اسكندر الاكبر. ده كلام خطا، هو مش اول واحد، ده كلام خطا جدا جدا جدا. هو كان مستعمل غازي، كان مستعمل غازي على البلد على كده ماشي. نيجي النقطه الثانيه، في ايه قيمه الحياه الانسانيه في مصر القديمه؟ خلينا نتكلم في قيمه الحياه الانسانيه في مصر القديمه، ودي مهمه جدا جدا، ممكن تجيلك في الامتحان. خلي بالك قيمه الحياه الانسانيه في مصر القديمه كده تعرفها تفهمها كويس، لان ممكن تيجي في الامتحان. اول حاجه هنتكلم يعني ايه قيمه الحياه في مصر، ودي مهمه جدا 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 زي ما بقول. هنتكلم في جريمه القتل العام، ايه عقوبتها؟ الاعدام. بغض النظر عن مين الجاني، ده ابن الغفير، ده ابن الوزير، ده ابن كذا، انا ماليش دعوه. جريمتها ايه؟ الاعدام. لكن في الوقت ده في واحد اسمه حمورابي قال لك لا، ممكن ايه نميز القانون الاجتماعي، احنا ابن وزير ممكن ناخد منه ايه؟ فديه وكلام من ده. لا، انا عقوبتها المفروض العقوبه ايه؟ الاعدام. او تستبدل عقوبه الاعدام ليه؟ عشان دي طبقه عامه، الطبقه اللي فوق دي غير الطبقه العامه، غير العبيد. واحد ابوه لواء ولا ابوه وزير ولا وقتل واحد ناس الاشراف الكبار، يبقى بدل ما نعدمه لا، يدفع فديه. يدفع فديه، كان كلام بتاع مين؟ بتاع حمورابي ماشي. طب جريمه القتل الخطا، يبقى اول حاجه جريمه القتل العمد عقوبات الاعدام. بكتب الحاجات دول تماشي احسن ايه؟ لازم تعرفها. جريمه القتل الخطا قدم قضبان الى مقبره القتيل، قضبان وعمل شعائر جديده. واحد قتل واحد خطا، يجيب له قضبان الى المقبره بتاعته، بيعمل شعائر دينيه. يعمل شعائر دينيه. رقم اثنين. رقم ثلاثه جريمه قتل الابن، الاب لابنه. الاب ابن، خلي بالك النقطه الثانيه، يبقى الابن الاب، خلي بالك جريمه قتل الاب لابنه عقوبتها ايه؟